bite the tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. اهلا بيكم يا شباب، وهنبدا نراجع على حركه رول. حركه رول يا شباب خدناها بالتفصيل في الحلقات السابقه وهنلاقيها اسفل الفيديو. هنبدا بقى نتعلم سوبر رول. ركزوا يا شباب، اول جزء بسم الله هجري وهقفز على اليدين بالشكل ده. هنلعب يا شباب الحركه ببروجريشن بالتدرج. يا شباب اول جزء بجري وبقفز على اليدين قفزه بسيطه بالشكل ده. طبعا احنا قبل كده خدنا الرول الخاصه بالباركور بعملها على الكتف، نفس النظام هجري واعمل جامب خفيف على اليدين، ايوه، وهنزل على كتفي بالشكل ده. تمام، يا شباب سلو موشن اقفز على اليدين وانزل على الكتف. طبعا انا في البدايه في اول تدرج بحاول ان انا بقفز قفزه بسيطه عشان ما تصبش. تمام يا شباب، واكرر كتير وهكذا، قفز على اليدين وبنزل على الكتف. سوبر رول تاني يا شباب، اهوت جامب، ده الجامب اهوت زي ما اتفقنا، بقف على ايدي سنه صغيره وعلى طول بروح على الكتف. بعدين يا شباب ببدا ان انا ايوه باخد جامب اعلى شويه. تمام، احنا ماشيين ستيب باي ستيب. هو انا رحت فين مش عارف، استنى اما اشوف. ايوه حلو، كويس قوي. لو هتلاحظوا بعدين انا جبت الباجز، جبت الشنط، اوكي. احاول ان انا اقفز فوق حاجه. تمام، زي ما قلنا شباب بنلعب على تدرج على الارض، ثم بحط شنط زي كده وبقفز عليها وبنعمل نفس الموشن نفس الحركه. تاني شباب اهو الجامب، بنزل على ايدي وبعمل الرول بتاعتي. ده انا كمان هجيب لكم محمد بدل الشنط، سيبكم من الشنط خالص، هاتوا محمد. محمد شكله ايه؟ ايوه كده جسمه. بعدين يا شباب ممكن نستعين باي صديق، نستعين بصديق. هو ده برنامج من سربح من المليون ولا ايه؟ المهم يا شباب بعد كده ممكن نعمله من فوق شخص. اهو ده حب، اخد جامب اعلى شويه يا شباب. تمام، اهو جامب بقفز على اليدين بالشكل ده. تاني يا شباب اهو جامب بقفز على اليدين وبنزل. شوف الحركه سلو موشن اهو، جامب حاول اهو على ايدي وثم على الكتف وبتدحرج على طول يا شباب. ركزوا يا شباب ان احنا مش عايزين نلمس خالص محمد. بعدين بحل محمد يقف اعلى شويه اهوت واعمل الحركه سلو موشن. هنشوف الحركه دلوقتي يا شباب اهو. طبعا نلاحظ محمد عالي شويه، بقفز لفوق بنزل على ايدي وبعدين بعمل الرول بتاعتي. طيب عاوزين بقى نعملها بشكل اعلى، يعني كل مره نلاقي الاتلي نفسك بتعلى كويس، لكن لو تعملها فوق مكان عالي جامد لازم تكون لابس سنيكر، اوكي، كوتش يكون خشن. هنا ركزوا بقى، هنعمل حركة من فوق مكان، من فوق حاجز او مانع عالي جدا اهوت. بسم الله جامب نازل اهو. هنا بقى شباب اللي نقصني بجد ايدي، ان انا بصوا نازل على ايدي ثم اتدحرج على طول. يا شباب طلع على البطيء، قفزت لفوق، خدت اتجاه اليدين الاعلى، نازل على ايدي ثم الايد التانت ثم على كتفي على طول. تمام يا شباب، عشان ما يحصلش اصابات لازم اليدين تتني ثم على الكتف ثم اتدحرج. ربنا يوفقكم يا رب.